الحمد لله من احياء نسوءاتنا واحياء الناس جميعا. وكرم الله في حريق او شهيد مرتين شهيد الوطن زود عن الوطن زود عن ابنائه وشهيد حريق. احنا كنا راه متاثرين او في مقتبل العمر كلنا رانا حاسين بشي راكم تحسوا به تحسوا به انتم هذا ولاد الجزائر. هذا بطل شهيد طبعا احنا فخورين به وفخورين بمتانة العلاقة وبمتانة الرابطة اللي بين الشعب والجيش والقيادة، وهذا هو اللي يميز الشعب الجزائري، هي الرابطة الفطرية اللي خلوها لنا الشهداء